احنا نبقى مشاهدينا طبعا في السعوديه في لوائح صدرت جديده. صحيح، صدرت مؤخرا في السعوديه استراتيجيه جديده لمكافحه التستر التجاري، وراح يكون في تاثير كبير لهذه الاستراتيجيه خاصه في خفض مستويات البطاله. حديثنا اكثر عن هذه الاستراتيجيه مشاهدينا مع بدر الحميداني المحامي والمستشار القانوني. اهلا وسهلا استاذ بدر وحياك الله ومنورنا. يا اهلا وسهلا فيك. وسهلا، أصبح عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين جميعا. طبعا الحديث عن استراتيجية نظام التستر التجاري، أول حاجة خلينا نعرف إيش هو التستر التجاري. التستر باختصار يعني التستر هو أن يقوم المواطن السعودي بتمكين الأجنبي الغير ممارس للأنشطة التجارية المحظور من ممارستها، بتمكينه من سجله التجاري حتى يعمل تحت مظلة هذا السجل التجاري. نعم. هو محظور عليه هذا الشغل أو العمل. هذا باختصار اللي هو التستر. نعم. التجاري. التستر النظام يعني ما هو جديد، لكن الاستراتيجية هي حديثة جدا. صح. لها أقل من أسبوع، يعني 4 أيام أو 5. الاستراتيجية ركزت يعني على عدة مضامين، من ضمنها تخصيص دوائر قضائية لقضايا التستر التجاري. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن في المرحلة الأخيرة في المملكة العربية السعودية تم سلخ المحاكم وتم تقسيمها وتجزئتها. هناك محكمة جزائية خاصة بالقضايا الجزائية، هناك محاكم تجارية، هناك محاكم عمالية، هناك محاكم أحوال شخصية. حينما يخصص دوائر خاصة بقضايا التستر التجاري وهي تنطوي تحت يعني المحاكم الجزائية، بمعنى أن سيتم البت في مثل هذه القضايا. نعم. سيكون هناك تركيز على هذه القضايا. قضايا التستر التجاري لها ارتباط في اقتصاد الدولة، تعلمون يعني أكثر ما يهدد يعني هو. عفوا أستاذ بدر، خلينا نقول إنه اللي راح تعالجه هذه الاستراتيجية وين تحديد؟ تحديدا ستعالج موضوع البت في مثل هذه القضايا. أنا تكلمت عن مسألة الدوائر القضائية. نعم. وكذلك سيكون هناك لا يتم العمل في أي نشاط تجاري إلا بفرض سجل تجاري. ما حد يدخل في بزنس إلا يكون عنده سجل. طب كيف حتتم المعرفة؟ يعني إحنا نعرف إنه ما هي أوريدي في تستر، والتستر يكون يعني في كتمان. يعني أنا اليوم لما أي أحد حيجي يشتغل، أنا عندي الشركة وعندي هذا السجل التجاري، وحيجي الشخص الأجنبي ويشتغل تحت مظلتي، كيف حيتم الكشف عنها؟ سؤال جميل وفي محله. طبعا طريقة المعرفة لها عدة طرق، من ضمنها البلاغات التي ترد من الأناس يعني يعرفون هذا الشخص بأنه متستر وهذا متستر عليه، يعمل تحت مظلة هذا الرجل أو تحت سجله التجاري. الطريقة الأخرى الجهات الرقابية، وهذا اختصاصها وهذا شغلها، تقوم بمراقبة الحسابات البنكية. يعني أحيانا عامل سواق خاص إيداعه في الشهر 2 مليون، ما فيه تناسب أبدا في الرقم. الجهات الرقابية لها دورها وهي مفعلة بقوة، والآن قضايا التستر يعني ملأت المحاكم. نعم. لو أيضا نتكلم عن خطر التستر على المجتمع وعلى الاقتصاد. خطر التستر يعني مبدئيا نتكلم على الفرد المتستر هذا. أولا سيكبل بالديون من قبل الشخص الذي تستر. نعم. عليه، وسيقحم في قضايا قد لا تقتصر على قضية التستر فقط. بل قد تنطوي على قضية غسل أموال. نعم. وهذه من القضايا الكبرى التي يعني يكون فيها إيقاف للشخص، هو أحيانا يكون بريء وقنوع في مبلغ مالي يعطى له كل شهر 10,000 أو 20,000 ريال مقابل هذا التستر، لكن ستبلغ به الغرامات قد تصل إلى 7 مليون في نظام غسل الأموال. الغرامة قد تصل 7 مليون ريال يعني. الكلام هذا فيما يخص الفرد. أما فيما يخص المجتمع، فيما يخص المجتمع فهي ستساعد على البطالة. التستر التجاري أول من يكون يعني من ضمن قائمة البطالة هو الشخص الذي تستر على هذا الأجنبي. صح. ولا شك لأنه غير منتج، فهو نعم. بالتالي يعني يكون من ضمن الباطلين. صحيح. طب عشان بس نكون منصفين. نعم. البعض بيكون فعلا مؤهل، يعني حتى لو كان أجنبي بس بيكون مؤهل على أنه يكون ممكن شريك. طب أنا ممكن أكون عاملاه بشكل نظامي، هل في شيء نظامي أنه بدل ما يتستر عليه يكون بشكل نظامي أنه يقدر يستفيد من خبرته؟ كلام سليم. طبعاً الأجنبي له حق أن يستثمر في المملكة العربية السعودية حسب الأنظمة.
هناك سجل تجاري أجنبي تتم الموافقة عليه من جهة المختصة. أيوة. لكن بعضهم لا يريد يتهرب من دفع يعني مسألة الضرائب. طيب صحيح. الرسوم التي على هذا السجل، فيعني يسلك طريق المخالفة هذه. نعم. ولا يحق له الأجر. كثير مستثمرين في المملكة العربية السعودية الآن الشركات أجنبية كثيرة. بس بيروحوا اللي بشكل مخالف، فبالعكس. أيه. بشكل مخالف يختصر على نفسه موضوع يعني تهربه من الضرائب وغيرها. صحيح. نعم. سيد بدر، نتكلم أيضا أثر يعني هذه الاستراتيجية الجديدة في التقليل من نسب البطالة اللي قاعد يعني اللي موجودة الآن. طبعا الاستراتيجية هي بالتالي لا شك أنها ستؤيد أو ستدفع بعجلة العمل، ستضخ في موضوع العمالة السعودية، سيكون يعني في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نعم. يعني الاستراتيجية ستنظم وستفعل نظام التستر. نظام التستر هو مفعل، لكن الجهات المعنية بعد هذه الاستراتيجية ستكون مفعلة بقوة وستكون معينة في تحقيق رؤية المملكة 2030 إن شاء الله. ونشوفوا الأهم من هذا كله أن الاستراتيجية هذه بتحافظ على حقوق المواطن. صحيح. يعني خوفا عليه، لأنه بالنسبة يمكن كتير قضايا فيها نصب، فيها احتيال. صحيح. فيها أشياء كثيرة، وكل الأنظمة كمان يعني موجودة حتى برا بتحمي المواطنية. الحمد لله أنها صارت اليوم موجودة عندنا في المملكة. الحمد لله. العربية السعودية. اللهم. كل الشكر لك. الله وجودك معنا اليوم. تسمحوا لي بس أختم برسالة. يعني أولا أشكر إدارة القناة على اهتمامها بالمواضيع الثقافية القانونية التي تمس المجتمع بشكل عام وتمس وطننا الغالي. الشكر موصول لكم جميعا على الاستضافة. الأمر الثاني يعني رسالة لأبناء الوطن، يعني حتى تكون أنا أقول كن طموح. نعم. وإذا أردت أن تسبر أغوار الحياة وتغوص في بحارها وأمورها، تعلم وتقرب من هذه المهن حتى تعرفها. صحيح. يعني تجاوز الضفاف التي أنت فيها، اقترب من المهنة، تعلم أكثر، وبإذن الله ستصقل كثيرا وستكون يعني عائد خير على بلدك ووطنك إن شاء الله. شكرا لك. يعطيكم العافية. العفو، الله يحييك. شكرا. شكرا للأستاذ بدر حمداني المحامي والمستشار القانوني.